تحية كثير كبيرة لمتابعين قناة سويدا ميوزك. طبعا حبينا نبلش جولتنا معكم من القرية، حبينا نبلش جولتنا من هاي المكان، من ضريح سلطان باشا الأطرش، أطهر دم، دم اللي بموت وهو عم يدافع عن أرضه وعرضه، وللكرامة تاريخ، للرجولة عنوان، وعنواننا سطروا أهل الكرم وجود بالدم لحتى تظل بلدنا نظيفة وتظل بلدنا لألنا ويحافظوا على أرضهم وعرضهم. وعلى كده نعمل جولة سريعة هون بالمكان وبعدين نطلع ونسأل العالم سوا. خليكم معنا. بدأنا جولتنا بالمكان. طبعا نحن ما عم نقدر نصور بأريحتنا لأنه المكان عم يشتغلوا عليه في إعادة ترميم لضريح المجاهد سلطان باشا الأطرش، لروحه الرحمي والرحمي لكل الشهداء اللي ضحوا بدمهم لحتى يضل هالبلد نظيفة ويحافظوا على الأرض. خليكم معنا متابعينا لحتى نلتقي بالعالم ونسأل العالم شوي عن القرية ونسألهم عن تراث وحضارات هاي البلد وشو بنقدر نصور أماكن أثرية وحضارات وحنصورها لحتى تشوفوها. بتمنى من كل متابعين القناة يشاركوا هاي الفيديو، ومثل ما قلنا لكم القرية اللي رح أجيب أكثر عدد تعليقات رح نعمل فيديو خاص وحصري فيها، بس الفكرة أنه كل القرى جابت نفس عدد التعليقات، يعني تعليقين باسم كل قرية، فلهيك رح نشتغل على موضوع تاني اللي هو مشاركة الفيديو. أكتر حدا بيعلق بالقناة على هاي الفيديو باسم قريته رح نطلع ونصور فيها الأيام الجاية إذا الله رح. نرجع منعيد لمشاهدينا الكرام إنه في يعني عم بيعيدوا ترميم المكان وفي شغل وكذا، فنحن ما عم نقدر نصور بأريحتنا، بس هلق رح نكفي جولتنا بالقرية ورح نحكي مع العالم ونلتقي بالعالم. هاي الأرض انطلق منها المجاهد المرحوم سلطان باشا الأطرش لحتى يدافع عن أرضه وعرضه مثل ما حكينا. خلينا نكفي هلق جولتنا بالقرية ونسأل العالم كم سؤال حلوين مثل متابعينا. هي مثلا بعض الاثار القديمه الموجوده بقريه القرية، طبعا مثل مدرجات، هي بعتقد بترجع للدور الروماني. كم هير خلينا نقرب شوي نشوف هي الرسومات او النقوشات الموجوده على هي الحجار. نجيب هي كتابات منحوتي على هاي الصخور، طبعا عمره بيرجع لالاف السنين، موجوده بقريه القريه. هلق مثل ما قلنا لكم رح نلتقي بالعالم ونسال العالم شو بيعرفوا عن هاي القريه او شو معنى اسم القريه. طبعا مثل ما وعدناكم ان رح نعمل جولة ضمن القرية، حبينا نبلش باكتر حدا بيعرف عن هاي البلد وحبينا نبلش بمختار القرية. في مجال تعرفنا بحضرتك؟ رياض بوخدير مختار بلدة القرية. ايه والبركة. حابين نسألك كم سؤال عن القرية، ليش سموها القرية؟ نعم، القرية هي معلومتين. معلومي بقول القرية أم القرى، لأنه القرية بتعد سبع قرى، منا نمري ومنا برد ومنا دفن ومنا حزحز ومنا الكوام والدلافي والقرية، سبع قرى أم القرى وطلعت القرية. ومنهم بقولوا معلومي ثاني بتقول أنه كثرة قني الماء فيها.
أيوة. من هال من هون اجت التسميه للقريه. طيب فيك تفيدنا انه شو في حضارات اجت سكنت هاي البلد؟ يعني احنا مثلا عملنا جوله لقينا في اثار، لقينا شو هاي الحضارات اللي كانت ساكنه بهاي البلد؟ اهم حضاره هي حضاره الرسانيه، الرسانيه كانت عاصمتهم بصره، وبصره بتبعد من هون بحدود 8 كيلو متر خط نظر يعني، فتابع للغساسني، والأنباط سكنوها والرومان سكنوها. القرية بلد قديمة جدا، قبل ما يجوا بني معروف يسكنوا القرية كانت القرية تابعة للحضارة الغسانية أو للرومان. تعاقبت على القرية عدة حضارات، ومن هنا أهم من هي دولة غساسني ودولة الرومانية. طيب شو أكثر شيء بيميز هاي القرية؟ أهم شيء بيميز القرية هي معقل الثوار، بلد سلطان باشا الأطرش قاد الثورة السورية الكبرى. أيوة البركة. من قبل سلطان الأطرش كمان إسماعيل الأطرش، إسماعيل الأطرش هو مؤسس الأمارة الطرشانية اللي ناضلت وقاتلت العثمانيين، ومن ثم أجا سلطان بعد ما بيو كان كمان مناضل وقام بالثورة السورية الكبرى، وقبل ضد الفرنسيين كمان قاتل العثمانيين مع ثورة الشريف حسين. طيب شكرا لك، شكرا لك. هيا عملنا لقاء مع مختار قرية القرية، إن شاء الله يكون عجبكم، وما تنسوا تعملوا لنا لايك للفيديو وتشتركوا بالقناة. شكرا لك. تحب تفيدنا بأي شيء؟ الله يخليهم هيك ويوفقكم ويديمكم للوطن بعز ونشاط ووفاء لوطنكم لأهلكم. الوطن عمي ما بتوافى. شكرا شكرا لك. الوطن ما بتوافى أبدا. يعطيكم العافية يا جماعة. طبعا نحن جايين على القرية، ضيعت جوالي، ضيعته بالباص اللي كنا جايين فيه. هلق من شوي ونحن عم نصور انتبهت انه جوالي ما كان معي، فدقينا على الجوال، رد علينا العام شوفير الباص الله يرد امانته، هو رد لنا الجوال. عرفنا بحضرتك عمي سعيد الصالح هي من القرية. ايوه مهندس سعيد الصالح. ايوه والبركة، تشرفنا. طبعا يعني احنا ما بدنا نحكي كثير وما بدنا نطول بالحكي، بس هي واحد من القرية، هون مرجلة اهل القرية، هيك العالم ربياني بهي المنطقة على العز والمرجلة. الله يرد امانته. تسلم، خلينا اياك، اهلا وسهلا فيكم بالقرية. مختار القرية قديمة، نحن من بعده بيت مختار المخاتير. الله يخليك. البركة والبركة. تسلم البركة، ومشكور كثير يعني. الله يرد امانته. واجب يا عم، واجب، اهلا وسهلا. وهي التصوير من جولتنا بالقرية. طبعا شفت الموقف اللي صار معنا، وشفت شهامة ومرجلة العالم هون وامانتهم، الله يرد امانته لهي الزلمة. نحن ما عملنا لقاء مع عالم، ما التقينا بحدا بالشارع، لانه جربنا نلتقي بشخص واثنين ورفضوا انه يطلعوا معنا بالقناة. ما عندي فكرة ليش او شو السبب، بس انه ما في مشكلة اذا طلعت وحكيت عن بلدك وعن اهلك وعن ناسك. بتمنى الكل هيك يشاركنا برأيه، ويشاركنا بموضوع انه احنا نصور بسويدة ونحكي عن تراث سويدة. يعني اللي عنده اي تعليق سلبي بتمنى انه يعلق لنا، واللي عنده اي تعليق ايجابي كمان بتمنى انه يعطينا التعليق ويعطينا رأيه، لان رأي الجمهور كثير بهمنا وتعليقاتكم كثير بتهمنا. وما تنسوا تعلقوا وتشتركوا بالقناة وتشاركوا الفيديو كمان لحتى نطلع ونصور بأكثر تعليقات للضيعة مثل ما قلت لهم. ونكون خلصنا معكم جولتنا ضمن قرية القرية. إذا عندكم أي سؤال أو استفسار أو أي استعلام، بتفوتوا على صندوق الوصف وصف الفيديو. إذا عندكم أي سؤال أو استفسار بتفوتوا على صندوق الوصف وصف الفيديو، في رابط صفحة الفيسبوك وفي أرقام الواتساب لأي شيء بتحتاجوه. وبتمنى من كل المشاهدين يوجهوا لهم رسالة أو يكتبوا لنا بتعليق ليش الناس كانت خايفة وما بدها تحكي عن البلد. ما بعرف ليش خايفة تعرف بقريتها كمان، ما عندي فكرة عن الموضوع، بس بتمنى تتركوا لنا بالتعليقات رأي وتحفزوا لنا هدول الجماعة لحتى يصيروا يطلعوا ويحكوا عن تاريخهم أو عن قريتهم، شو بيعرفوا عن القرية، مش ضروري عن التاريخ الماضي. وبتمنى تكون عجبكم الفيديو حبايبي.